الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين مساء الخير وأهلا بحضراتكم في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم أموال مصرية. النهاردة حلقة يوم الثلاثاء بتاريخ 26 يونيو 2018. حقيقة قبل ما أبدأ حلقتنا النهاردة أشكر حضراتكم وأشكر كل الناس اللي كانت بتابعنا طول الفترة الماضية خلال فترة الأجازة والناس كلها اللي كانت مهتمة وبتسأل على عودة البرنامج لحضراتكم مرة تانية، وبشكر كل السادة المسؤولين اللي تواصلوا معنا وكل المهتمين والمختصين بالقطاع الاقتصادي في جمهورية مصر العربية. أيضا بشكر زملائي الحقيقة في LTC اللي كانوا دايما على تواصل وبيسألوا إمتى نرجع نكمل شغلنا مرة تانية في أموال مصرية مع حضراتكم من خلال شاشة LTC. أيضا كل الشكر والتقدير لإدارة قناة LTC المحترمة اللي قررت عودة البرنامج في نفس ميعاده الأسبوعي يوم الثلاثاء الساعة 5 مساء. إن شاء الله نكون موجودين مع حضراتكم برنامج أموال مصرية على شاشة LTC. بشكر فريق العمل الموجود معانا دايما، وإحنا بإذن الله بين كلنا فريق واحد عايزين نوصل لرسالة إعلامية زي ما إدارة LTC شافت إن برنامجنا بيهم كل مواطن وهو دوره نشر الوعي والثقافة المالية في جمهورية مصر العربية. ونتمنى إن إحنا نكون إن شاء الله عند حسن ظن حضراتكم، وكما هو العادة عندنا في برنامجنا من الأول ما خدنا فكرة البرنامج وقررنا إن إحنا نعمل برنامج اقتصادي كان شكل مختلف، إن إحنا برنامج اقتصاد المواطن. كتير جدا من الناس ممكن تتكلم في الاقتصاد بشكل رسمي واكاديمي وبشكل في شكل كده من المحاضره، احنا مش بنعمل محاضره، احنا بنتواصل مع الشارع لان احنا اصلا جزء من الناس، احنا في نفس البيئه اللي عايش فيها كل المجتمع المصري، مش منفصلين ولا منعزلين عنه، سواء كان فريق العمل الموجود معانا او الاعداد معانا في البرنامج او انا بشكل مباشر. الاخبار بيتم تناولها بشكل بسيط بشكل يصل الى فكر كل واحد فينا، احنا مش جايين ننظر على الناس، احنا جايين نوضح ونتناقش مع بعض في اهم القضايا الاقتصاديه وتاثيرها على جيب كل واحد فينا، وده كان شعارنا في اموال مصريه لما قلنا ان دخلنا واكل عيشنا من اهم خطوط الدفاع والامن القومي. اهلا بكم مره ثانيه في اموال مصريه. ابدا النهارده اولى فقراتنا في برنامجنا اموال مصريه مع حضراتكم طبعا كالعاده بمتابعه لاهم الاخبار الاقتصاديه. النهارده البنك المركزي كان ليه تصريح وشرط وتأكيد على انه لا يتم فتح حساب لاي جمعيه اهليه بالبنوك الا بعد رجوع لوزاره التضامن، ده خاص بتلقي التبرعات، حيث قال البنك المركزي المصري انه لن يتم جمع تبرعات الجمعيات الاهليه وغيرها من المؤسسات العامله بمجال العمل الاهلي، مستشفيات او جمعيات او غيره، الا بعد الحصول على ترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي. وأكد البنك المركزي في تصريح مهم النهاردة أنه يسمح فقط للبنوك بفتح حسابات للجمعيات الأهلية التي تشترط فيها هنا الحصول على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي، ده لضبط ورقابة الأموال الخاصة بتبرعات المواطنين اللي المفروض رايحة لخدمة البسطاء والمحتاجين نتيجة هذه التبرعات. وده كان أول خبر معانا من تصريحات وضوابط يضعها البنك المركزي المصري لتلقي التبرعات. طيب الخبر الثاني برضه متعلق شويه بالقطاع المصرفي. النهارده كان في تحالف مصري بيوقع قرض بقيمه 2.3 مليار جنيه مع شركه القناه للسكر، وهي شركه الحقيقه مملوكه لمجموعه الغرير الاماراتيه. ده طبعا تدبير قرض بقيمه 2.3 مليار جنيه لتمويل مشروع، وده اللي يهمنا الحقيقه ان احنا بنركز مع حضراتكم على هذا الخبر، لتمويل مشروع مصنع انتاج السكر من البنجر في المنيا، وبالتالي طبعا ده هيوفر انتاج كبير جدا من السلع الاستراتيجيه هامه جدا وهي السكر، مع فتح فرص عمل كبيره للسوق في كمان في منطقه الصعيد. ده هيكون ان شاء الله تدبير قرض بقيمه 2.3 مليار جنيه لهذا المشروع. طيب الخبر الثالث معانا الحقيقه كان المفروض ان احنا نظهر بيه في الاول، لكن خليني اؤكد على حضراتكم اهميه هذا الموضوع. النهارده الرئيس السيسي يوجه بتطوير شركات قطاع الأعمال العام وحصر أصولها وأساسياً. أؤكد مرة تانية النهاردة على أهمية وزارة قطاع الأعمال العام من أول ما مرة تانية للتشكيل الوزاري، وبقى في فاصل ما بين وزارة الاستثمار وقطاع الأعمال العام، نظرا لقربنا من الموضوع بشكل مباشر واتصلنا بالأهمية المباشرة لوزارة قطاع الأعمال واطلعنا على هذه الإدارة وهذه الوزارة وأهميتها. وزارة قطاع الأعمال حقيقة كمان احنا بنتابع الوزارة من خلال الوزير المحترم هشام توفيق اللي لسه متولي الوزارة بعد أجازة العيد. الحقيقة الوزير هشام توفيق من الناس الأكفاء في قطاع سوق المال والإدارة الناجحة في شركات ما قبل ذلك، وعنده أفكار متطورة لإدارة شركات قطاع الأعمال العام. طيب ليه قطاع الأعمال العام النهاردة لما نبص على تصريحات رئيس الجمهورية بيوجه بحصر الأصول؟ يعني أنا عندي فلوس كتير جدا الحقيقة مملوكة لشركات قطاع الأعمال وهي ملك الشعب، ملكنا كلنا. الحقيقة الفلوس دي كانت مهدرة أو غير مدارة بشكل جيد،
النهاردة كان في لقاء مع بين رئيس الجمهورية والسيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والسيد الوزير هشام توفيق وزير قطاع الأعمال عشان حصر هذه الأصول وإعادة الهيكلة والإصلاح الإداري بما يعني يحسن الأداء ويكون العائد المنتظر على هذه الأصول بقيمة هذه الأصول التي تساوي المليارات الكثيرة الحقيقة مما يخدم كل مواطن في جمهورية مصر العربية. وأكد مرة تانية على أهمية وزارة قطاع الأعمال والإدارة الناجحة ليها اللي من شأنها شركات قطاع الأعمال العام في مصر لما تكون إدارة ناجحة وشركات قوية أولا بتحقق نوع من العدالة الاجتماعية نتيجة أن الموظف اللي موجود هو موظف حكومة وهو النهاردة بتحول من فكرة أنه موظف فقط لغير إلى فكرة الإنتاج وفكرة الأرباح نتيجة هذا الإنتاج مش مجرد أنه قاعد على مكتب أو قاعد في أي مكان أو بيقبض فلوس وخلاص دون إنتاج. النهاردة كل ما إنتاج كل موظف وعامل داخل وزارة قطاع الأعمال العام هيزيد بالتالي أرباح هذه الشركات هتزيد بالتالي هو يحصل بالقانون على حصة ونسبة من هذه الأرباح ده حقه في شركات قطاع الأعمال العام لكن نظير الأرباح مش فقط أن احنا قاعدين وبناخد معونات أو مرتبات دون أي إنتاج أو زيادة. الحاجة التانية كمان النهاردة يعزز ثقة المواطن المصري لما يكون عندي شركات مصرية مملوكة للقطاع الحكومي المصري مملوكة للشعب المصري ويتم إدراجها في الفترة اللي جاية جزء منها من هذه الشركات بنسب متفاوتة في البورصة المصرية. هذه الشركات الحكومية لما تنتج منتج مصري 100% ميد إن إيجيبت صنع في مصر وبأيادي مصرية هذه المنتجات لما أنا كمواطن ألاقيها موجودة هي بتحارب فكرة الاحتكار عند بعض من الشركات الخاصة والقطاع الخاص. مرة تانية هتكون موجود عندي سلع مصرية بسعر جيد هيكون عندي توافر للسلع قد يحدث فيها لا قدر الله أي أزمة زي السلع الاستراتيجية من الأسمنت والحديد وغيره وأدنى المواد الغذائية كل السلع والخدمات اللي بتقوم بها الحكومة وقطاع المقاولات وكل القطاعات الحقيقة حتى الأدوية الخاصة والمملوكة بشركات قطاع الأعمال العام. وأكد مرة تانية على هذه الوزارة الهامة جدا كل مرة بنأكد عليه وبنتابع الأداء الجيد بإذن الله للوزير هشام توفيق الأستاذ هشام توفيق النهاردة أكد على تعاون تام بين وزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام علشان يتابع إجراءات طرح الشركات الخاصة في البورصة. يعني النهاردة شركات قطاع الأعمال العام هيطرح منها جزء في البورصة احنا الحقيقة مش مستعجلين لان احنا يهمنا ان القرار اللي يصدر يكون يعني تم دراسته بشكل جيد جدا اجراءاته تمت بشكل جيد جدا مواءمة السوق في البورصة المصرية لتلقي هذه الاكتسابات. احنا مش بنتكلم في شركة ولا اتنين ولا مليار ولا اتنين. وزارة التجارة والصناعة كمان على الجانب الآخر بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام هي عندها مصانعها وعندها شركتها اللي بتنتج بعض المنتجات الخاصة. احنا عايزين نعمل تكامل مع بعض ما بين وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة الصناعة علشان الاثنين يوفروا لكل وزارة توفر للتانية كافة الإمكانيات المتاحة لتعظيم الإنتاج وإظهار المنتج المصري بالشكل الملائم للحقيقة ان احنا منتظرين منتج مصري صنع في مصر وبأيادي مصرية من شركات قطاع الأعمال العام ووزارة الصناعة والتجارة. وده كان خبر مهم جدا النهاردة لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال. حبيت بس استفيد شوية في هذا الخبر نظرا لأهميته أكيد هنتكلم مع ضيفنا العزيز دكتور يسر الشرقاوي النهاردة على أهمية توفر منتج مصري بأيدي مصرية يلائم جميع المستويات للدخول في الجمهورية العربية جمهورية مصر العربية. الخبر اللي بعد كده الإعلان عن المواصفات الأولية لحقل غاز نور يعني ده خبر جديد وخبر مهم جدا الناس برضو بتتكلم ان احنا عندنا اكتشافات بترولية ومصر على مرحلة جديدة في الاكتشافات البترولية. خليني اطلع حضراتكم على بعض المعلومات والناس هل احنا مستعجلين ان احنا نحصل على هذا العائد ام احنا مش فاهمين فكرة الاكتشاف وفكرة الانتاج الربط بينهم بتاخد وقت قد ايه والتكاليف قد ايه والعائد من هذه الاكتشافات امتى هيصل لكل مواطن في جمهورية مصر العربية. وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أكدت أن في اكتشاف جديد لحقل جديد في البحر المتوسط وطبعا ده مجاور لحقل زهر أطلق عليه حقل نور إن شاء الله يكون نور على كل الناس في منطقة شروق التابعة لامتياز شركة إني الإيطالية. أكدت شركة إني أنها ستقوم بضخ ما يقرب من 3 مليار دولار خلال الفترة المقبلة للاستثمار في الحقول المصرية التابعة له وخاصة حقل نور الجديد الواعد. كمان كان في تصريح بيقول ان إني تحتل المركز الثاني من حيث الانتاج وحجم الاستثمارات في مصر ويمثل انتاج إني الايطاليه 35%.
الانتاج اليومي بالحقول التابعه لهذه الشركه حوالي 220 الف برميل من الزيت والمتكثفات يوميا. كمان حجم الاستثمارات حتى هذه اللحظه 18 مليار دولار، منها 14 مليار دولار تم ضخهم وتم يعني تجهيزهم واعدادهم للاستثمار في حقل زهر، فقط 14 مليار دولار قيمة الاستثمار في حقل زهر. حقيقة ده المتوقع كمان ان احنا نطلع حوالي 6.2 مليار متر مكعب، متر او قدم مكعب المفروض انها يتم انتاجه من الصناعات التحويليه والبتروكيماويات للتصدير. موضوع مهم جدا هنتابع مع حضراتكم بشكل مفصل فيما بعد اهم الاخبار الخاصه بالاكتشافات البتروليه سواء كانت في البحر المتوسط او بعض المناطق الاخرى في البحر الاحمر ايضا بعد ترسيم الحدود المصريه. أختم أخباري مع حضراتكم بأهم الأحداث في البورصة المصرية ونتائج تعاملات جلسة منتصف هذا الأسبوع. مبيعات أجنبية وعربية تعمق من خسائر بورصة مصر بالختام اليوم في جلسة تعاملات منتصف هذا الأسبوع. المؤشر العام للبورصة المصرية جي اكس 30 انخفض بنسبة حوالي 1.5%. النهاردة كانت مؤشرات البورصة المصرية تتراجع بشكل جماعي نتيجة الضغط من مبيعات المستثمرين العرب والأجانب. جي اكس 30 زي ما قلت لحضراتكم أغلق عند مستوى 16 أو دون مستوى 16200 نقطة بخسارة حوالي 1.5%، ويبدو هنا في البورصة المصرية أن مستوى 17000 نقطة هو مقاومة رئيسية عند أداء المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية. أيضا كان مستوى المؤشر جي اكس 100 خسر النهارده حوالي 1.7% واغلق عند مستوى 2030 نقطة. ايضا جي اكس 50 متساوي الاوزان خسر النهارده 1.9% عند مستوى اغلاق عند 2709 نقطة. ورأس المال السوقي النهارده تجاوز 902 مليار بخسارة فاقد حوالي 12.2 مليار جنيه بنهاية تعاملات منتصف الأسبوع جلسة الثلاثاء 26/6/2018. دي كانت فقرتنا الأولى ومتابعة لأهم الأخبار الاقتصادية، وإن شاء الله نتكلم مع حضراتكم بعد الفاصل عن كيفية زيادة موارد الدولة. دكتور يسر الشرقاوي كان طرح مقال بيقول هات فلوس أنا هوفر لك البدائل خارج الصندوق علشان تزود موارد الدولة والموازنة في جمهورية مصر العربية. حوارنا متواصل مع حضراتكم مع ضيفنا الكريم بعد الفاصل في أموال مصرية.